وزارة الصحة تدشن مركز فحص العمالة الوافدة الخامس والجديد في منطقة مشرف بطاقات استيعابية تصل إلى 1000 مراجع يوميا في صورة تترجم تطور الخدمات الصحية المقدمة لفئة العمالة الوافدة في دولة الكويت. بعد ما خفت الجائحة وازدياد الوافدين إلى بلدنا الكويت للعمل كان هناك أعداد كبيرة، والمؤسسات الأساسية اللي كانت موجودة سابقا ما قدرت تتعامل مع الأعداد الكبيرة. على طول وزارة الصحة قامت بإنشاء مركز جديد لفحص العمالة على مستوى ممتاز في جوانب الراحة للعامل والكفيل في نفس الوقت، يستوعب يوميا تقريبا 1000 عامل لعمل فحص العمالة من فحوصات دم وأشعة والفحوصات الشاملة ليطمئن الوافد الجديد للكويت على صحته، ويطمئن المواطن أن الوافدين حديثا لا يوجد لديهم أمراض معدية. مركز فحص العمالة الوافدة الجديد يحتوي على أحدث الأجهزة الطبية في مجالات الأشعة والفحص الأكلينيكي والمختبرات، وسيساهم المركز الجديد في تخفيف الضغط على مراكز فحص العمالة الوافدة في مناطق البلاد المختلفة. لله الحمد، يعني مع افتتاح المركز طبعا بجهود جميع العاملين معنا وجميع الفرق، المركز هدفه ان نبدي نزيد بالطاقه الاستيعابيه لفحص العماله الوافده، وباذن الله يعني الهدف ان نصل الى ما يقارب الالف، او يعني نصل الى ما يقارب الالف من المعاملات المنجزة يوميا عشان نخفف الضغط على الأماكن الثانية. جاء هذا الافتتاح وجاء هذا المركز أو فكرة هذا المركز تسهيلا على المواطنين وعلى المقيمين الكرام، حيث يحتوي هذا المركز على قاعة انتظار تصل إلى 500 شخص، هي طبعا قاعة انتظار مبردة في داخل المبنى، وكذلك يحتوي على تقريبا 20 عيادة وكذلك غرف للأشعة. وزارة الصحة تتجه إلى تحسين الخدمات الطبية في مرافقها الصحية بشكل عام، واعتماد نظام إنشاء المستشفيات المتكاملة على طريق تحقيق الهدف الأسمى من ركيزة رعاية صحية ذات جودة عالية التي جاءت بها خطة الدولة التنموية. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.